الا بالحق يا واد يا حليمو، انت فعلا نصبت على البت دي، يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك تمن الشقه. يا معلمه البت دي حوارات، قعدت تفاصل معايا وخنقتني وفي الاخر دفع الالفين لحلوح بطلوع الروح، انما الراجل التاني ده عسل، حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت قد الشقه لمين فيهم؟ يعني عشان خاطر 1000 جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكله تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحته، واحنا طول عمرنا اسياد الحته؟ ونعرف منين يا معلمه انها هتعمل الشبوره دي كلها؟ طب افرض ما كانش عندنا واسطه كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدام، حسابي معاك بعدين. يلا اخوي يلا يا مخفي انت كمان. حضره الضابط دي بنت غلبانه، نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا المعلم عدو الناشف، ومستعد اراضي الراجل ده واديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. انا متشكره قوي يا معلم، انا مش عارفه اودي بصراحه جمايلك فين. على ايه يا صافيه؟ الناس دي بعضيها، وبعدين انت صاحبه حق. هو المعلم عدو كده، ما بيحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال، قول امين. امين يا رب. ان شاء الله. انما قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصون. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوعي يلموه ويحطوه في المخزن، وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي، واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناويه قولي لي، هو انت منين يا صاحبي؟ انا من طنطا، وجيت هنا عشان اكل لقمه عيش. طيب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوعه من شجره، ابويا مات من زمان وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغلي ايه اصلا يا صافي؟ انا زي ما تقول كده بعمل من انساده وبالعجوه، وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشه في الحته يعني، واقعد ابيع فيها على قدي. الله 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 الله، ده انت بقى صاحبه كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب الكام وصلك؟ شو يا فؤاد؟ ماشي يا سيدي المعلمين، كبا صافي. سمي بقى وخش برجلك اليمين. الله، دي شقة حلوة قوي يا معلم، دي حلوة قوي، بس انا مش هقدر ادفع ايجار شقة زي دي. دي الشقة اللي كنت هاخدها من كيداهم كانت اوضة وصالة ومنافعهم وفي السلام لك. سيبك من كيداهم، انت دلوقتي مع المعلم عدوي، واللي مع المعلم عدوي ليه دعوة بكيداهم ولا بحنف البرنس؟ وما تحمليش هم الايجار، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، والبضاعة بتاعتك كمان كل يوم الصبح تقرصيها وتحطيها في الصاجات وتيجي تخبزيها في الفرن عندي. ربنا يخليك يا معلم، انا مش عارفة اقول لك ايه. ما تقوليش حاجة، ادعي له بس ربنا يخليه لنا. امين يا رب. يلا انزل انا بقى عشان اخلي العيال يطلعوا العفش. خدني معاك يا فؤاد، اذا احتجت اي حاجة تجيلي على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام، كتر الف خيرك يا معلم، ما تحرمش منك يا رب. اتفضل معاك. مع السلامة. بس انت عملت واجب جامد قوي مع البنت دي يا معلم. بنت غلبانه صابت عليا، وبعدين مش قد كيداها، وبيني وبينك انا سجلتها عندي فوق هنا بالعز في حالها. طب وكيداها يا معلم، هتفوت الليله دي؟ اعلى مفخلها تركبه توريني هتعمل ايه. طب ليه؟ طيب ننفخ في النار تاني بعد ما هديت؟ هديت؟ ده بتيالك، ده من على الوش بس، ما على ايدك، ما ديك شايف كيداه ومحنفي عمالين يلخبطوا معايا من تحت لتحت. والله يا معلم انا خايف للبت دي تبقى الضحيه في الاخر. ده احنا قاعدين نتفرج لما نشوف ايه اللي هيحصل. بس على الله بقى كيداه ومحنفي تدوها هم الاول.